ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدا حلقه النهارده حابب اتكلم مع حضراتكم في نقطه مهمه كنت عايز اتكلم فيها من فتره، بس جه الوقت المناسب اللي احنا لازم نتكلم فيها مع بعض. اعتبروها رجاء مني لحضراتكم. مش هقول الناس اللي بتتفرج عليا او المتابعين انتوا متابعين، لا، انتوا عيلتي الثانيه. بعد توفيق ربنا احنا هنكبر مع بعض. طيب انا جاي اتكلم في ايه؟ طبعا اول ما بنزل الفيديو حضراتكم بعد ما ببص على احصائيات الفيديو بعد ساعه او بعد ساعه ونص من نزول الفيديو بلاقي ان الفيديو وقع. طيب الكلام ده بيجي نتيجه ايه؟ ان معظم حضراتكم بيقدم الفيديو بيجري الفيديو. طيب ده معناه ايه؟ اليوتيوب بيعتبر ان الفيديو ده ملهوش اي لازمه وبياخده يرميه، مع ان حضراتكم ممكن يكون الفيديو ده مش مهم ليه، بس في غيرك عاوز يستفيد بيه. انت عملت لايك، عملت شير، صدقني لو ما كانش ليك انت بس غيرك ممكن يستفيد بيه. طيب ايه رجائي ليا لحضراتكم؟ ان احنا نتفرج على الفيديو من الاول للاخر. طبعا انت كده هتساعد ان الفيديو ينتشر اكتر، زي ما قلت لكم ممكن ما يكونش مهم ليك بس غيرك هيستفيد بيه. وعلشان كده احنا لو عملنا كده اللايك والشير وطبعا نشترك في القناه ونعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس، ده هيساعد بشكل كبير ان الفيديو يرتفع وكمان غيركم يستفيد بيه. معلش اعذروني، طبعا احنا طولنا في المقدمه بس كنت حابب اشارك النقطه دي مع حضراتكم. طيب النهارده جايين بنتكلم في ايه؟ الحلقه دي مهمه جدا جدا. كتير من الاشخاص بتعاني من متلازمه القولون العصبي او كمان التهاب القولون التقرحي او كمان مرض او داء كرون بيسمى كرون ديزيز او جميع الالتهابات اللي بتحدث في الامعاء، ولكن الحل بسيط جدا. ازاي؟ تابعوني لحد نهايه الحلقه، تابعوني بعد الفاصل. وانا جاي النهارده اتكلم مع حضراتكم عن فوائد الكركم الرائع جدا والحل البسيط لكل هذه المشاكل اللي اتكلمنا عنها. لان الكركم حضراتكم ده اثبتت دراسات على البشر والحيوانات من خلال تناول 2 جرام في اليوم. ليه؟ لان الكركم حضراتكم ببساطه بيحتوي على احد مركباته بيسمى الكركمين، وده بيعتبر من افضل المركبات اللي موجوده فيه. الكركم بتكون من المركبات العلاجيه الرائعه الفعاله في القضاء على الالتهاب، ولذا هو بيكون ممتاز جدا في حالات التهاب الامعاء. طيب ليه يا دكتور؟ علشان بيعمل على تثبيط 2 من الانزيمات القويه المسؤوله عن الالتهاب. اسمهم الانزيمات دي يا دكتور كوكس 2 اختصارا لسايكلو اوكسي جينيز 2 وكمان 5 لوكس اللي هو 5 لايبو اوكسي جينيز، فبالتالي هنا بيعمل تثبيط لهذه الانزيمات. رقم 2 كمان بيحد من الالتهاب، بيكون كده مفعوله زي مفعول الاسبرين او الايبوبروفين، فبالتالي بيكون حاجه قويه جدا وممتازه. طيب بيشتغل ازاي او الميكانيزم اوف اكشن؟ زيه زي بالظبط فيتامين دي او فيتامين د، واللي ما شافش الحلقه دي هسيبها لكم في العلامه اللي هتظهر هنا. ولذا انصح كمان حضراتكم للاشخاص اللي بتعاني من المشاكل اللي ذكرناها يتناولوا فيتامين د لانه حل قوي جدا في حل هذه المشاكل. وعلشان كده بيعتبر الكركم ده مفيد جدا وصحي لجسم الانسان نظرا لتاثيره وفعاليته، وكمان الميزه هنا انه ملهوش اي اثار جانبيه. طيب السؤال الاهم في حلقه النهارده، ازاي يا دكتور نستفيد بالكلام ده؟ او ازاي يا دكتور نحصل على اكبر كميه امتصاص في جسمنا للكركم؟ طبعا كذا طريقه. اول حاجه حضراتكم ان احنا هناخد شويه صغيرين كده بايدينا من الكركم نحطهم مثلا على طبق السلطه، طبق الفول، لو مثلا بنعمل بيض، ايا يكن، لو مثلا على كوبايه الحليب ممتاز جدا ورائع. وتاني طريقه ان احنا ممكن نجيب ملعقه صغيره من الكركم اللي هو يكون كركم البودر ونحطه مع بيضه او بيضتين، نكون طبعا كمان ضايفين ملعقه صغيره من زيت جوز الهند. طيب ليه زيت جوز الهند يا دكتور؟ علشان صحي جدا ومفيد، وبالتالي كده هيؤدي لاستحلابه في البروتين. ثالث طريقه ودي الاخيره، برضه هنكون جايبين ملعقه صغيره من الكركم البودر وهنضيفه الى لتر ميه مغلي وهنغليهم مع بعض لمده 10 دقائق، بعد كده هنسيبهم يبردوا وبعد كده هنشربه في خلال 3 ساعات. لانه هيدوب ويتحول الى محلول سهل الهضم في الجسم. جربوا اي طريقه من الطرق واكتبوا لي النتيجه في التعليقات. انا لحد كده اكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ولو حضرتك جديد معايا ولسه اول مره بتشوفني ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب في قناه الدكتور مايكل وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوز اللي بقدمها اول باول، وما تنسوش اللايك الجميل والشير علشان الفائده تعم.
ولو في حضراتكم اسئله واستفسارات للحلقه دي والحلقات اللي فاتت اكتبوا لي في التعليقات وانا برد على كل الاسئله، ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.